السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم وحلقة جديدة من الكرة في أسبوع عبر شاشة التميز قناة الصحة والجمال. بتجدد بكم وبين اللقاء كل أسبوع كل جمعة، بنتكلم مع بعض عن حصاد الكرة الدوري المصري، بنتكلم على دوري الممتاز به بالثلاث مجموعات، أيضا بنتكلم مع بعض على القسم الثالث. يمكن الوقت بيبقى ضيق، فإحنا ممكن كل أسبوع بناخد مجموعة أو مجموعتين من القسم الثالث. ايضا النهارده والاول مره هيكون معانا في فقره من فقراتنا، وهتكون الفقره الاخيره هنتكلم مع بعض على الكره العالميه، والنهارده معانا الدوري الانجليزي والاسبوع او الجوله ال 24. خلينا في البدايه نرحب بضيوفنا كده مع بعض، واحنا في اولى فقرات اليوم. معايا كده على الشمال الكابتن او اللاعب الجميل كريم صالح، مواليد 2004، لاعب نادي السكه الحديد السكندري. اهلا يا كريم. اهلا بك يا كابتن محمد، والله اني سعيد موجود ان انا معاك النهارده. احنا سعداء يا كريم، وان شاء الله تكون حلقه مميزه ان شاء الله يا كابتن محمد. ايضا معايا نجم من نجوم السكه الحديد ايضا، اللاعب محمد ابراهيم الملقب بسلاوتش. اهلا بيك. اهلا بك يا كابتن، انا سعيد برضو ان انا موجود معاك النهارده. انا سعيد جدا بيكم النهارده. يمكن في فقرتنا الاولى احنا خصصناها لنجوم السكه الحديد السكندري، احنا بندعم نادي السكه الحديد السكندري، نادي من الانديه المحترمه في اسكندريه، اسم كبير بدا يتلألأ فيه الكره السكندريه. وبالمناسبه قبل ما اتناقش مع نجومي النهارده، بنبارك لفريق 2005 في نادي السكه الحديد السكندري. من اقل من ساعتين استطاع ان يقدم عرض ولا اروع في مباراه كبيره جدا امام ابو قير الاسمده، واستطاع ان يتغلب على ابو قير الاسمده 3-2 في مباراه كبيره جدا تحت قياده الكابتن عبد الحميد الجويني. نخش بقى مع ضيوفنا على طول كده. ازيك كريم؟ ازيك يا كابتن محمد؟ كله تمام؟ كله تمام. كلمنا كده كريم، انت انضميت للسكه الحديد من امتى تقريبا؟ والله يا كابتن محمد، انا اول ما لعبت كوره كان عندي كابتن في بلدنا قال لي هوديك نادي النصر للتعدين، فوداني نادي النصر للتعدين. كان بيدربني ساعتها الكابتن ميمي والكابتن جلال فايز، كانت سنه معاهم ولقينا الحال باظ كده يعني، وقال لك نادي النصر للتعدين من اسوان وكده، فالمشوار كان علينا بعيد. لقيته نادي النصر للتعدين كان في البدايه، عشان ابقى الجمهور معانا يبقى عارف، نصر التعدين كان في البدايه بيبقى بيخش في دوري في القاهره او دوري في اسكندريه، ولكن النظام الاخير اللي من سنتين قالوا لا هيكون اقليمي، كل واحد في مكانه، مصر المقاصه في الفيوم، نصر التعدين في اسوان، فبالتالي اصبح بقى في مشقه ومعاناه للعيبه انها تسافر لاسوان، فبالتالي انت حولت على نادي السكه الحديد. لقيت الكابتن احمد فوز قال لي، لقيت الكابتن احمد عبعال قال لي هوديك نادي السكه الحديد، ورحت مع الكابتن حمدي في فرقه 2004. هرجع لك تاني يا كريم، خلينا نتكلم وندردش مع محمد شويه. محمد، سكه حديد 2004، قبل نادي السكه الحديد كنت موجود في نادي ايه؟ موجود في نادي النصر التعدين برضو. نادي النصر التعدين، أيوه. نفس القصه برضو، لقيت المشقه والسفر، أيوه. وبقيت هتلعب في اسوان، فقلت خليني في اسكندريه اقرب. ايوه. انت كده بقالك كام موسم في اسكندريه؟ بقالي 5 سنين في اسكندريه. اسكندريه مع السكه ولا كنت مع النصر؟ لا، كنت مع النصر 3 سنين وسنتين مع السكه. يعني ده الموسم الثاني على التوالي في السكه الحديد. ايوه. قول لنا بقى الدنيا ماشيه ازاي معاك، ومين المدرب معاك في السكه الحديد؟ الدنيا يعني ماشيه كويسه مع الكابتن حمدي، وبرده الكابتن حمدي بيساعدنا في كل حاجه، والكابتن شيكا برضو بيساعدنا في كل حاجه، واقف جنبنا في كل حاجه. تمام تمام. كريم، كابتن حمدي شحاته هو المدير الفني لفرقه 2004. انتوا مقدمين عرض طيب في اسكندريه، وانا بتابعكم عن قرب طبعا، ولكن انا عرفت ان الكابتن شيكا كريم وسلاوتش ربنا كرمكم وبقيتوا معاه في 2003، وفي بعض منكم كمان بيلعب في 2000. لعبت مع الكابتن شيكا في 2003 كم مباراه؟ انا لعبت مع الكابتن شيكا في 2003 كل المباريات الا اول مباراه، اللي انا كنت لسه جاي جديد في نادي السكه الحديد، فالكابتن شيكا كان برضه لسه جاي جديد بس ما كانش يعرفني يعني، فقال لي، جالي يوم في التمرين قال لي انا عايز اشوفك، الكابتن حمدي بيتكلم عليك كلام كويس، فعايز اتفرج عليك عشان تلعب معانا ان شاء الله. قلت له ان شاء الله كابتن شيكا، واتفرج عليه في التمرين وبلعب معاه المباريات. شايف فرقه 2003 مقدمه عروض قويه في اسكندريه، وبعد الصعود للمرحله التاليه، انتوا بتستعدوا ازاي في هذه المرحله؟ والله كابتن محمد، فريق 2003 فلاعيبه رجاله ولاعيبه كويسه، منها البربري ومحمود وعمر واسلام المصاب رجع ان شاء الله بالف سلامه، وعندنا صلاح، ففرقه كويسه ان شاء الله، بس ان شاء الله ربنا يكرمنا يعني في الدور الثاني ونعدي المرحله دي على خير يعني. ربنا يوفقكم ان شاء الله. بمناسبه كلام كريم والبربري، البربري يمكن ربنا كرمه من حوالي 4 ايام تقريبا، نادي السكه الحديد استطاع ان يستغنى عن هذا اللاعب
لان نادي حرس الحدود طلبه بالاسم. البربري لاعب جيد زي ما كان كريم بيتكلم عليه، واحنا من هنا من برنامج الكره في اسبوع بنتمنى التوفيق للبربري ولجميع اللاعبين في نادي السكه الحديد وفي انديه مصر عامه، ان الكل يجتهد. النهارده انا محطه في نادي السكه الحديد، في نادي الاولمبي، في نادي دمنهور، ايا كان اسم الفريق، ولكن ده مش نهايه المطاف، ولكن هي محطه ليا علشان اطلع لنادي كبير. وطبعا البربري من اللعيبه المجتهده، والنهارده وقع لحرس الحدود وبنتمنى له مسيره طيبه مع الحرس. سلاويتش ايضا بتلعب مع الكابتن شيكا في 2003. ايوه بلعب مع الكابتن شيكا. اصعب مباراه قابلتك في دوري 2003 في اسكندريه؟ كانت اسكندريه بترول. اسكندريه بترول اسم كبير. أيوة. المباراه دي انتهت كام النتيجه؟ 3-2 لصالح اسكندريه بترول. خسرتم فيها المباراه. أيوة. ومع ذلك انتوا صعدتم. ايوه صعدنا. حيثيات المباراه يعني، فاكر ايه صعوبه هذه المباراه؟ لا احنا كنا نازلين الشوط الاول كنا عايزين نفوز، وكنا حاطين الهدف قدامنا وجبنا جونين يعني والحمد لله. طلعنا الشوط الثاني بقى، نزلنا الشوط الثاني لأن استهترنا بالمباراه ودخل فينا جون ورا الثاني ورا الثالث. حسيتوا ان اللي خلاص المباراه في ايديكم 2-0 في الشوط الاول. أيوة. فبناء عليه بدا في استرخاء لبعض اللاعبين، حصل اللي حصل ومونيا مرمكم بثلاث اهداف. أيوة. يبقى اتعلمتوا اكيد، ده درس كبير للاعب وانت في سنك كده، ان النتيجه مع صفاره الحكم. صح، مفيش حاجه اسمها 2-0 3-0، انت ممكن تبقى كسبان 4 وممكن الفريق الثاني يكون الحظ معاه في الشوط الثاني ويقدر يستطيع انه يجيب 4 اهداف وتنتهي. طبعا طبعا بنتمنى لك التوفيق. طبعا سلاوتش 2003 لسه في مرحله جديده، يمكن طبعا انت عارف ان الدوري كان متوقف بسبب الامتحانات. بان الجدول، ظهر الجدول، ولا لسه ما تعرفش مين الانديه اللي هتلعبوها؟ لا لسه والله يا كابتن، ولكن هي انديه كبيره. ايوه اكيد. المرحله الاولانيه انتهت، دخلتوا بقى في المعمعه والتصفيات النهائيه، هيبقى في فرق بقى زي اعتقد الاتحاد، ابو قير، الفرق الكبيره. أيوة في اسكندريه. ايوه ايوه ان شاء الله. ان شاء الله كابتن. كريم طموحك انت في السكه الحديد، اكيد كل لاعب بيبقى ليه هدف. انا النهارده رحت السكه الحديد، جيت من كفر الشيخ، رحت اسكندريه، بتعب مغترب، سواء بقى بتسافر على طول او بايت في اسكندريه او عايش في اسكندريه، اكيد عندك طموح، انت جاي السكه عشان تروح في حته تانية، بتحلم بايه؟ انا طموحي والله يا كابتن محمد عشان ما اكذبش على حد، انا طموحي العب في نادي الزمالك، شرف كبير لي ان انا العب في نادي الزمالك. نادي الزمالك طبعا اي حد بيتمنى يلعب في نادي الزمالك او نادي الاهلي، وان شاء الله عندك هدف، عندك طموح ان شاء الله. انت بدات، شفت محمد صلاح، يعني محمد صلاح مقاولين طنطا، لعب في انديه مغموره جدا، ودلوقتي بسم الله ما شاء الله، يمكن ما لعبش كمان في الدوري المصري وكان رايح نادي الزمالك وما كانش فيه حظ ان هو يستمر في نادي الزمالك، ودلوقتي رقم واحد في العالم. بنتمنى لك التوفيق ان شاء الله. ويمكن كريم انا عايز اسمع منك بقى الفضل لمين؟ عايز تتكلم تشكر مين وتقول ايه؟ والله اولا عايز اشكر والدي ووالدتي، هما اللي ساعدوني على كده، واخويا الكبير الكابتن طه البنا، ده اخويا الكبير والله، ده نعمه في حياتي يا كابتن محمد، الراجل ده بيعاملني كويس جدا وزي اخويا الكبير. وعايز اشكر الكابتن احمد صبحي برضه واقف جنبي، والكابتن حمدي والكابتن شيكا، كلهم كباتن محترمين والله، وقفوا جنبنا وساعدونا بشكل جيد جدا والله، هم اصلا مدربين تقال في اسكندريه السنه دي، وكل سنه والله يا كابتن محمد. ان شاء الله ربنا يوفقك يا كريم، والمره الجايه تكون معانا في الاستوديو ان شاء الله وقت كبير وطويل، وتكون حاصل على البطوله ان شاء الله. ان شاء الله. اشكرك يا كريم. سلوتش كلمه اخيره. انا بشكر يعني والدتي والدي اللي هم ساعدوني ووقفوا معايا في كل حاجه، والكابتن محمد درويش برضه بشكره لكل حاجه عملها معايا حلوه، والكابتن حمدي والكابتن شيكا يعني مدربين يعني كويسين جدا، محترمين معاك، محترمين معانا في كل حاجه ان شاء الله. حابب تروح نادي ايه بعد السكه حديد؟ يعني الاهلي الصراحه ان شاء الله. يبقى اهلي وزمالك، نتمنى لكم التوفيق. هنطلع لفاصل، وبعد الفاصل هنطلع ايضا لتقرير جايبه لنا زمايلنا في اسكندريه من اكاديميه اليوفنتوس، هنشوف التقرير مع بعض عشان نستقبل بقى نجم التحليل الشاب الجميل الكابتن شيكا. نطلع لفاصل والتقرير ونرجع لكم مره ثانيه. كابتن محمد صلاح برحب بيك من داخل ملعب مركز شباب سيوف، عقب مباراة ما بين أكاديمية اليوفنتوس وأكاديمية برازيل مصر. معايا كابتن إسماعيل شاهين المدير الفني لأكاديمية اليوفنتوس، أهلا بك يا كابتن. أهلا وسهلا، اتشرفت النهاردة بالإعلام الكبير والمتألق دايما في اسكندرية اللي هو عامل طفرة كبيرة في اسكندرية، الكابتن والإعلام الكبير كابتن محمد صلاح، والبرنامج الجميل برنامج الكرة في أسبوع اللي هو داخل اسكندرية عامل شغل، وخارج اسكندرية والبحيرة
والنهارده والله انا اتشرفت النهارده بوجوده معانا النهارده في اسكندريه، وان شاء الله يعني مش عارف اقول له ايه، وعامل له شغل كبير والله العظيم. وبرده كنت متشرف معاه برده في اللقاء امس على قناه برده الصحه والجمال، وهو يعني عامل شغل معايا حلو قوي. عرفتونا. بدات تجهيز الاكاديميه ازاي يا كابتن؟ لا ده هي بقى لها مده طويله، يعني من ساعه ما بطلت كوره انا وحبيت، يعني طبعا الواحد بيحب كره القدم، فحبيت اعمل اكاديميه كهوايه ورغبه، يعني مش موضوع مكسب مادي او طموحات تانية. الواحد زي ما اتعامل معاه وهو صغير، ناس ربتنا وعلمتنا، فاحنا حبينا نعمل مع اولادنا كده، وبعدين خاصه احنا في منطقه شعبيه ناس غلابه وفقيره، خدت بالك؟ فالواحد عاملها كده مش موضوع مكسب مادي يعني ان شاء الله. كابتن شيكا مدرب اكاديميه اليوفنتوس ومدرب نادي السكه حديد، اهلا بك. اهلا بك يا كابتن، وبرحب طبعا بالكابتن محمد صلاح. ايه راي حضرتك في مباراه النهارده؟ يعني الحمد لله دي تجربه بس للعيبه عندنا، احنا بنعمل ماتشات وديه على اساس اللعيبه تاخد خبرات وتلتحم بزمالتهم، بس برضو عايزين هم جايين يتعلموا، مش جايين اكنهم في نادي. لا ده التمرينات بتاعتهم بتبقى قليله جدا طبعا عن التمرينات بتاعه النوادي، فانا بشكرهم طبعا، لعيبه كويسه ولعيبه رجاله كلهم، لعيبه محترمين جدا، وان شاء الله بتمنى لهم مستقبل كبير ان شاء الله. طب ايه خطتكم لبعد كده؟ هم ان شاء الله بقى اهم حاجه التسويق بتاعنا ان شاء الله، فاضل 10 ايام على الانتقالات بتاعه الشتويه طبعا، بعد كده بقى ان شاء الله تبقى من بدايه الموسم الجاي ان شاء الله نشوف اللعيبه دي ان شاء الله في نوادي كتير. هو قبل كده ورجعنا لكم بعد التقرير والفاصل، وشفنا التقرير مع بعض من مدينة الإسكندرية عروس البحر المتوسط، وبنشكر زميلتنا سلمى يسري والمصور محسن عوض على هذا التقرير من أكاديمية إليفنتوس، طبعا الأكاديمية بقيادة الكابتن إسماعيل شاهين والكابتن شيكا. خلينا نرحب بضيفنا نجم التحليل الكرة في أسبوع الدائم معانا الكابتن شيكا. أهلا بك كابتن شيكا. أهلا بكابتن محمد، برحب بك طبعا وبرحب بالجمهور طبعا اللي متابعنا النهاردة، وبشكرك طبعا على الاستضافة. منور البرنامج كابتن. ندخل على طول بقى عشان تعرف معانا شغل كتير قوي النهاردة والوقت ما بيسعفناش. كابتن شيكا على طول ندخل في الجولة 14 في الدوري المصري العام. طبعا النتائج على طول عندنا انبي طبعا مع نادي مصر، فاز انبي 2-1 على نادي مصر. الانتاج الحربي مع حرس الحدود، فوز الانتاج الحربي 1-0. سموحه طبعا مع الاسماعيلي 1-1. المقاولين مع الاهلي طبعا 2-0 طبعا، وبنتمنى التوفيق طبعا للنادي الاهلي بكره في مباراه النجم الساحلي. اسوان ودجله 3-1. الجيش والاتحاد 3-0 للاتحاد، وفوز كبير جدا طبعا. طنطا على الجونه 1-0. بيراميدز على المقاصه 3-1. كابتن شيكا، قبل ما نعرض مع بعض الجدول الترتيب على الشاشه، شايف النتائج في الجوله 14 النتائج طبيعيه، وهل في كان في مفاجات؟ لا طبعا ما فيش مفاجات ولا حاجه. هو الماتش الوحيد طبعا اللي كان هنا اللي كان عايز يكتسب الثقه نادي الاتحاد طبعا، حوالي 4 ماتشات ورا بعض، يعني ظروف ماتشاته ما كانتش بتساعده ان هو تكسب. كسب طلائع الجيش 3-0، كانت مباراه روعه جدا لنادي الاتحاد. نتكلم مع بعض بقى على الترتيب. طبعا كابتن شيكا زي ما انت شايف النادي الاهلي بيغرد منفردا على القمه ب 36 نقطه. الظاهره اللي اتكلمنا عنها كل اسبوع، المقاولين 29، بعد كده الاتحاد عنده 25، بس لسه فاضل للزمالك ماتش متاجل، لو هو كسب هيطلع عن الاتحاد ان شاء الله. عندك بيراميدز 23 بونت، الانتاج 21، ام بي 20، سموحه في المركز الثامن عندها 19 بونت، حرس الحدود في المركز التاسع، والاسماعيلي وراه المركز العاشر ب 18 بونت لكل فرقه. المصري 16، دجله 13، طنطا 13 بونت، الجونه 12، مصر المقاصه طلع الجيش 11، واف سي مصر 11، واسوان 9. شايف الجدول كده في المقدمه، النادي الاهلي 36 والمقاولين 29، الاتحاد والزمالك وبيراميدز، يمكن هم دول الخمس انديه اللي هم في الصوره واللي هم في القمه. شايف لعبه الكراسي الموسيقيه هتشتغل في الاسابيع القادمه؟ انت لسه عندك سموحه عندها 19 بونت برضه، يعني مش قليل. لو كسبت ماتش بقت عندها 20 بونت، لو كسبت ماتش بقى حوالي 22، فممكن تتقدم. عندك الانتاج وبيراميدز متخاذل شويه في الدوري السنه دي طبعا، هو مش زي كل سنه، مش زي السنه اللي فاتت. السنه اللي فاتت طبعا كان متفوق جدا، كان في المربع الذهبي، يعني السنه دي دخل المركز خامس، فلسه بنشوف الدنيا. عندك الزمالك والاتحاد والمقاولين الاهلي زي ما هم في بدايه الموسم، هم المربع الذهبي. شايف المؤخره اسوان
ونادي مصر وطلائع الجيش ومصر المقاصه، شايف الدنيا ماشيه ازاي تحت؟ لا دي بقى اللي فيها الالعاب الموسيقيه فعلا. انت عندك ما بين ال 14 وال 18 3 بونت، عندك الجونه 12 مصر المقاصه وطلائع الجيش واف سي مصر عندهم ونادي مصر عندهم 11 بونت، واسوان عندها 9، يعني دي اللي ماتش واحد يرفعك فوق وماتش تاني ينزلك تحت تاني. هو على العموم الدوري جميل، الدوري قوي، ولكن كل حلقه هطالب الامن رقم واحد واتحاد الكوره واللجنة الخماسية، أتمنى عودة الجمهور. عندنا كرة حلوة ولكن على الأقل 5000، يعني النهاردة ده دي مباراة الأهلي، أدخل 5000 في الأهلي، مش لازم الفرقة الخصم لو أنا خايف يحصل مشكلة، عشان يبقى النادي الأهلي هو اللي يتحمل مسؤولية هذه المباراة وجماهيره. نفس النظام في الزمالك، نفس النظام في الاتحاد، نساند بعض يا جماعة واحدة واحدة. ولا يا كابتن شيكا بدأوا يرجعوا الجمهور، الماتش الأهلي بتاع اللي فات كان عندنا جمهور، والماتش بتاع الزمالك كان فيه جمهور قليل اه، بس لسه برضه التأمين ده مقنن. لسه التأمين، انا عايز الجمهور انا عايز الناس الحلوة، انا عايز ده الحلم بتاعنا، ده الحلم بتاعنا طبعا اللي بيشجع طول المباراة، ده الحلم بتاعنا اللي احنا نشوف طبعا الجمهور، لان هو ده متعة كرة القدم فعلا. في الملعب اللعيبة بتحس بمسؤولية كبيرة جدا لما تشوف الجمهور قدامها بيساندهم وبيوقف في ظهرهم، عشان كده طبعا بنشوف كرة حلوة. انما الوقت في مصر ما انت شايف كورة، لان ما فيش جمهور فعلا في المدرجات. طبعا انت عارف ان الزمالك خلاص ساعتين ومباراة الحسم امام مازيمبي، طبعا الكل يعلم ان نادي الزمالك محتاج نقطتين فقط من المباراتين، ولكن النهارده ان شاء الله يقدر يحسم الصعود ويريحنا. ماتش الفوز النهارده طبعا، انت عندك ماتش على ارضك وسط جمهورك النهارده، يعني جمهور الزمالك كله بيغادر الوقت رايح على الاستاد. طبعا انت قدامك ماتش بثلاثة بونت تكسب تبقى انت خلاص في المتقدمه، وانت اللي خلاص ساعات تخسر او تتعادل بقى نرجع نشوف الحسابات تاني. ده انا لسه لازم اتعادل الماتش الجاي، لازم اكسب الماتش الجاي. قبل ما يعني مش بقاطعك، ولكن خلينا قبل ما ندردش مع بعض في مشوار الزمالك والاهلي افريقيا، خلينا نقول سريعا كده الجوله ال 15 في الدوري الممتاز عشان نقفل صفحه الدوري المباريات القادمه ان شاء الله. المقاولين هيلعب مع طنطا يوم الاحد ان شاء الله الساعه 5، حرس الحدود مع اسوان الساعه 2:30 يوم الاثنين، مصر المقاصه والجيش يوم الاثنين ان شاء الله الساعه 5، دجله والزمالك يوم الثلاث ان شاء الله الساعه 7:30، المصري والجونه يوم الاربع الساعه 5، نادي مصر مع بيراميدز يوم الاربع ان شاء الله الساعه 7:30، الاسماعيلي مع الانتاج الحربي يوم الخميس الساعه 5، الاتحاد مع سموحه يوم الخميس الساعه 7:30. نتمنى الجوله ال 15 تشهد متعه ان شاء الله. طبعا النادي الاهلي مش هيلعب ولا مباراه محليه حتى مباراه النجم الساحلي، وايضا مباراه الهلال، لان الاهلي هتتاجل له مباراه الانبي، لان موقف الاهلي اصعب موقف، لان دي كانت مجموعه الموت. لا والزمالك يتاجلوا ماتش المصري، اتاجلوا الزمالك، ولكن الزمالك هيلعب الاسبوع القادم هيلعب، انما الاهلي عشان الاهلي مسافر وهيلعب ماتش الهلال قريب جدا. طيب ندخل على موقف أفريقيا. الزمالك وافريقيا، وطبعا الجداول هتتعرض معانا جدول الترتيب، احنا في المجموعه الاولى واتكلمنا عن الزمالك. عندك التشكيل ولا ما جبتش تشكيل النهارده بتاع الزمالك؟ لا التشكيل متوقع طبعا زي كل مره، يعني كالدرون بيفاجئنا كل ماتش، بس انا توقعات النهارده ابو جبل فعلا في حراسه المرمى، عندك محمود علاء مع عبد الغني ان شاء الله يبقى مساكين، عندك محمد عبد الشافي هيبقى مع حازم امام في نص الملعب، فرجاني ساسي مع طارق حامد هيبقى قدامهم، يوسف اوباما هيبقى، شيكابالا توقع شيكابالا النهارده يبدا اساسي، هيبقى ان شاء الله بن شرقي وقدامه مصطفى محمد. شيكابالا انا نفسي شيكابالا يبقى قائد بجد، يعني شيكابالا يا جماعه ما حدش يختلف عليه، اهلاوي زملكاوي خلينا نتكلم بصراحه، عايزين نترك التعصب، شيكا لاعب جميل، لاعب محترم، يعني اديله المجال، اديله كده كوره هيديك كوره. احنا شفنا مباراته مع الجونه، يمكن لعب 25 دقيقه ولا شاب 19 سنه. والمشكله في شيكابالا لسه راجع طبعا من غياب طويل، رجع على ماتش الجونه المدرب كان واثق فيه فعلا، نزل واحرز هدف وعمل فرق جدا في الشوط الاول، جه في الشوط الثاني بقى بمشكله في السن وعامل التدريبات وكده وقعت، فعشان كده شيكابالا غادر، بس فعلا شيكابالا كقائد في الملعب قائد كبير جدا. مازيمبي 10 نقاط، الزمالك 7، زيسكو 2، اجوستو 2. شايف النهارده الزمالك يحسم الموقف ان شاء الله؟ الزمالك لو كسب النهارده عنده 10 بونت، هو يبقى هو في المتقدمه مع مازيمبي خلاص، حسم الصعود كده خلاص، هما الاثنين هيبقوا صعدوا، وعندك بقى زيسكو مع جيستو خلاص الاثنين يعتبر بره اللعبه لو الزمالك كسب النهارده. انما لو الزمالك النهارده لا قدر الله حصل خساره او تعادل، عندك زيسكو لو فازت
خلاص بقى عنده حزبة بيرما. خلاص بقى عنده 5 بونت، لو كسب بقى عنده 8، فخلاص كده يبقى الزمالك هيبقى مشكله بقى في الوقت هنلعب في الالعاب. ده الزمالك عمل ايه، ده زيسكو عمل ايه، ده جوستو عمل ايه. هو احنا نخش في الحزبة بقى، هم النهارده ريحونا ان شاء الله. احنا عايزين على الساعه 11 كده نفرح ونقول مبروك للزمالك، وان شاء الله نقول مبروك للاهلي والفرق المصريه. ندخل على الاهلي على طول، المجموعه الثانيه، المجموعه الصعبه، مجموعه الموتى كابتن شيكا. طبعا النجم الساحلي 9 نقاط، الاهلي 7، الهلال 6، بلاتينيوم 1. انت عارف المجموعه دي صعبه في ايه؟ هي صعبه من البدايه لان فيها 3 فرق اقوياء، والنتائج كانت متقاربه، واللي صعب الموقف القصه والروايه الاخيره بتاعت الكابتن حماده صدقي ساب الهلال عشان الاهلي ومش عارف ايه والكلام اللي انت سمعته. لا مش حكايه حاجه، الكابتن حماده كان طالب حاجات من رئيس النادي فعشان كده هو ما وفقش فيها. فيعني مش مشكله النادي الاهلي طبعا في اي موقف صعب طبعا بنشوفه فيه بيكسب. طبعا عنده ماتش النجم الساحلي بكره ان شاء الله يكسبه ويبقى صاعد خلاص رسمي كده. المشكله كان في الهلال طبعا لما النجم كسب الهلال كده حط الهلال في مأزق، لان الاهلي لسه طالع الهلال هناك، بس ان شاء الله الاهلي يكسب بكره الهلال ويريحنا من ده كله ان شاء الله. المباراه هتبقى يوم الاحد ان شاء الله، يوم الاحد الساعه 7 الساعة 9 الساعة 9 بنتمنى التوفيق زي ما نادي الزمالك بنتمنى له التوفيق بعد اقل من ساعتين. بنتمنى للنادي الاهلي يوم الاحد ان شاء الله انه يحسم موقعة النجم الساحلي، لان لسه منتظر مباراة الهلال. يعني اي نتيجة غير الثلاث نقاط للنادي الاهلي ان شاء الله يوم الاحد يا كابتن شيكا يبقى الاهلي بره البطولة. لا ان شاء الله لا يكسب، ان شاء الله يكسب ان شاء الله ويصعد. انا بقى فرحانين طبعا بكتبين الكره المصريه طبعا ان شاء الله في بطوله افريقيا. واحنا لسه في افريقيا خلينا بنتمنى طبعا التوفيق للكره النسائيه سيدات مصر، طبعا فريق تحت 20 سنه. طبعا انتوا شفتوا المباراه الاولى كانت امام المغرب، احنا تقدمنا بهدف فرحنا، ولكن للاسف 5 اهداف مقابل 3 استطاع الفريق المغربي انه يتغلب على مصر. المنتخب في معسكر مغلق في ملعب اتحاد الشرطة، نتمنى لهم التوفيق لأن خلاص هيسافروا في خلال يومين للمغرب مباراة العودة. شايف حظوظ منتخب مصر يقدر يعمل حاجة هناك؟ إن شاء الله يصعد، عنده ماتش هناك قوي جدا إن شاء الله يكسبوه ويصعد إن شاء الله. إن شاء الله. كابتن شيكا نجم مصر، نجم النادي الأهلي، الكابتن رضا عبد العال. السلام عليكم كابتن رضا. حبيبي يا عماد، إزيك؟ حبيبي كابتن رضا، منور الدنيا ووحشنا يا كابتن. ربنا يبارك لك. كلمنا على شيكا، شيكا ولا سيكا؟ حبيبي يا كابتن رضا، ربنا يبارك لك. حبيبي يا كابتن، ربنا يبارك لك. حبيبي كابتن رضا، طبعا كابتن رضا نجم النادي الزمالك والنادي الاهلي ومنتخب مصر. قبل ما نتكلم مع حضرتك على موضوع بلديه المحله والممتاز به، شايف حظوظ النادي الاهلي والزمالك في البطوله الافريقيه كابتن رضا؟ بص يا حماد، اتفضل. هو الموقف طبعا مش صعب قوي ومش سهل قوي. الزمالك يكسب النهارده اول هام يبقى رد الاعتبار، تمام. تاني هام ان هو وصل، بغض النظر بقى اول او تاني، المهم ان هو وصل، بس الاهم ان هو يرد اعتباره قدام الفرقه دي، لان ممكن يقابلها في النهائي تاني في نهائي البطوله. صحيح صحيح. فعشان يقابلها في النهائي ما يبقاش الفرقه كعبها عالي عليه، فلازم النهارده ياخد المباراه مباراه دائريه، مباراه رد الاعتبار، عشان لو قابلها ان شاء الله في النهائي يبقى بالنسبه للجماهير وبالنسبه له الموضوع عادي، هو خسر ماتش وكسب ماتش، والمهم ان هي دلوقتي 50-50. تمام. طيب كابتن الاهلي، ايوه لو كسب النجم ان شاء الله، يعني ونتمنى ان شاء الله النادي الاهلي ونادي الزمالك هم اللي يلعبوا نهائي. فلو كسب النجم هترجع تاني لعبه الكراسي الموسيقيه، لان طبعا النجم عنده في الاخر ماتش سهل على ملعبه، بعد كده الماتش الاخير الاهلي والهلال في الهلال، وهيبقى ماتش طبعا صعب جدا، مش عشان حاجه، هو الصعب عشان الاحداث الاخيره اللي حصلت. صحيح صحيح صحيح. بس كابتن رضا ايه رايك، واحنا متعودين ان كابتن رضا صريح جدا وفعلا احنا بنعشق الكابتن رضا عبعال في تصريحاته، ايه رايك في المدير الفني النادي الاهلي والمدير الفني نادي الزمالك؟ لغايه دلوقتي فايلر ماشي كويس قوي، بس الحكم عليه بعد الماتشين اللي جايين في افريقيا ان هو هيبقى مدرب زي ما هو ماشي في الدوري المصري، ولا وجهه نظرنا هتبدا تختلف عليه من خلال رؤيتنا للماتشين اللي هم بتاع النجم والهلال.
اعتقد ان كل جماهير النادي الاهلي وكل جماهير مصر مستنيه المباراتين دولت عشان يشوفوا امكانياته بقى بجد، هل ان الراجل ده قوي جدا زي ما هو ماشي في الدوري المصري، ولا ما فيش فرق في الدوري المصري فعشان كده هو ماشي ولعيبه الاهلي فايقه، ولا ان هي ماشيه معاه بالصدفه، ولا ان هو فعلا مدرب محترم وان هو عارف هو بيعمل ايه، وعدى بالنادي الاهلي من دوري المجموعات ده للادوار اللي بعد كده، وبعد كده هيبقى راينا فيه بكل صراحه ووضوح ان الراجل كويس افريقيا ومحليا، ولا ان هو هنا عشان ما فيش فرق فماشي كويس، وهنا اول ما اصطدم ما كانش كويس، عشان كده احنا لسه هنصبر عليه الماتشين اللي جايين دولت يا حمادة. نصبر عليه كابتن رضا. اما بالنسبه للمدرب نادي الزمالك، أيوة. انا شايف ان هو ما بيعملش حاجه، وكل الشغل ده سامي الشني هو اللي عامله، وانا برجع وبقول للمستشار من خلالك وفر فلوسك ومسك الشيشيني، والعجله ماشيه واللعيبه بدات تحب بعض وبداوا ياخدوا مستحقاتها فالدنيا بتتلم، وفر فلوس الراجل ده وادي فرصه للشيشيني يبقى كادر من ضمن الكوادر اللي هي موجوده على الساحه او المدربين. افهم من كده كابتن رضا ان الكابتن رضا عبد العال غير مقتنع بالمدير الفني نادي الزمالك؟ بالراحه كده يا محمد، بص، مع الراجل فشل في النادي الاهلي صحيح السنه اللي فاتت، كان هيضيع منه الدوري او ضيعه، وبعد كده طلعه من البطوله العربيه، وبعد كده طلعه من البطوله الافريقيه، يبقى انا يعني انا كنادي الزمالك على انهي اساس بجيبه؟ هو انا جايبه سد خانه ولا جايبه عشان استفاد منه؟ ما طالما ان هو لو مكسر الدنيا كان مع النادي الاهلي هتجيبه، هقول لك اه ماشي، زي ما جابه قبل كده هولمان لما جه كان كسر الدنيا في النادي الاهلي وجابه نادي الزمالك في من حوالي 10 سنين بعديها بشويه، ماشي ده كان محقق نتائج وخد بطولات وخد وخد، انما ده ما خدش مع النادي الاهلي، ده لما جه من اول ما شفناه لما كان مع وادي دجله الحسنه الوحيده ان قعدهم في الدوري. طب النادي الاهلي مختلف ونادي الزمالك دولت بيلعبوا على بطوله انديه بطولات بالفعل. طبعا طبعا، انما ده قعد الفرقه، اي حد ممكن يقعد الفرقه، مع عوده قعد المولين قبل كده وما اعرفش مين قعد طلع الجيش ومين، لا يا ابو سموحه السنه اللي فاتت حسام ابراهيم، يعني المهم ان اي حد ممكن يقعد، انما المشكله البطوله، نفس وروح البطوله. طب كابتن رضا عبد العال شايف، طبعا احنا شفنا مع بعض مجموعه مصر تصفيات كاس العالم، التصفيات الافريقيه، مصر والجابون وليبيا وانجولا، شايف الكابتن حسام البدري كان بيقول تصريحات ان المجموعه ليست سهله، شايف الدنيا ماشيه ازاي مع منتخب مصر؟ المجموعه سهله جدا وما فيهاش نيجيريا عشان نخاف، ما فيهاش الكاميرون عشان نترعب، ما فيهاش الجزائر عشان نولول، ما فيهاش تونس عشان نلطم، ما فيهاش المغرب عشان يخرجونا من هدومنا ولا يقلعونا هدومنا. يعني انت لو خايف يا كابتن حسام روح. لو انت خايف انا بقول لك من دلوقتي ما ترعبش الشعب المصري. الكابتن حسن شحاته كان بينيم افريقيا من المغرب. بينيمهم، هتقول لي ده جيل وده جيل، لا يا حبيبي. وجيل ما كانش يقدر عليه غير ربنا، لان كان كلهم نجوم، وان يسمعوا كلام الكابتن حسن وده يقعد وده يخرج بره التشكيل وده، دي كانت كارثه لوحديها. ان الراجل قدر يسيطر على الناس دي ويوصلهم للحته ان ياخدوا ثلاث بطولات ورا بعض، دي تحسب للكابتن حسن مش للجيل. لان احنا شفنا كان ميدو كان عالمي وكان محترف، والراجل ما كانش مقتنع بيه، طلعه حصل صدام قال لك انا مش عايزه وخدنا البطوله. احنا مش عايزين ننسى الحاجات دي يا جدعان. لما انت هتخوفنا من دلوقتي وتقول لي انجولا، طب انا احنا رحنا مره انجولا كان فيها حر. صحيح. يعني ما مش فاضيين للعب. اسمها ايه الثانيه اللي طبعا ليبيا ربنا يكون في عونها. ليبيا الدنيا صعبه شويه مع ليبيا. الثالثه اللي هي مين؟ الجابون. الجابون، يعني الجابون ما 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 اسمه ايه ده، راح كان في لعيب ما اعرفش راح هناك ولا كان احترف منهم وما ما كانش قد كده يعني. فما ما ترعبناش يعني، وما ما 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 تحطش، اللي كان بيعمل الاستاذ كان بيعمل الحاجات دي الكابتن جوهري. هو اللي كان بس بيرعبك عشان ان كان يوقف الدوري المصري شهر عشان تستعد للماتشات دي والكلام ده. طب يا كابتن رضا دلوقتي كل ده انت عندك لعيبه عالميه. كابتن رضا بدون قطع كلامك، بدون قطع كلامك، ايه رايك في المجموعه
وهل هنصعد ولا لا؟ متفائل من حسام البدري؟ الدنيا ماشيه ازاي حبيبي؟ انت لازم تصعد. انت يعني مصر تصعد؟ لو ما صعدتش على دول يبقى هتعمل كره ليه وكمل كره ليه؟ مين في الفرق دي تخوفك؟ قول لي. يعني انت شايف، يعني انت شايف حضرتك احنا اللي هنصعد ولا ممكن ما يبقاش في حظ؟ ليه حظ ليه؟ يبقى عندنا محمد صلاح وطول حظ، يبقى عندنا رمضان صبحي وطول حظ، يبقى عندنا لعيبه بملايين الملايين وتيجي تقول لي حظ يا عم محمد؟ انا بقول لك انت خايف روح، مش قد الموضوع قد ما اعتذار وامشي. انا ما تقعدش بقى كل شويه ترعبنا وتمغص قلبنا. طيب يا كابتن رضا، سهله 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 كابتن رضا، هو كابتن حسام البدري مستمر، هندخل التصفيات لا قدر الله ما صعدناش، ايه الاجراءات اللي ممكن تتم؟ لا ده توجهه لاتحاد الكوره، انا مالي. وجهه نظرك يعني احنا بالبلدي الراجل فشل ان يصعد كاس عالم، هيقعد؟ شايف ما يبقاش فيه كمان عقوبات على اللجنه الخموسيه ان هم اختاروا الكابتن حسام البدري وكان في ناس ممكن تكون على درايه باللعيبه؟ والله يا محمد انت عايز تحبسنا يا محمد. كابتن رضا احنا متعودين منك ان انت صريح على طول، ما بتخافش من حد. ما انا ما بخافش الا من ربنا، بس انت يعني ما هو مين اللي جاب اللجنه الخماسيه؟ يعني ما هو انت اصلا، ما انا طبعا كل الاحترام والتقدير للاستاذ عمرو الجناني، بس انت جايبه بناء على ايه؟ ما تقوليش جاي ينظم الكوره، في ناس تانية عقليات قد في الكوره. طبعا هو في حته البنوك محدش هيعلى عليه، هو انت مثلا هتيجي تقول لي تعالى اشتغل مدير بنك يا عم محمد؟ صحيح صحيح يا كابتن صحيح. مش تسيب العيش لخبازه؟ هي مناصب وخلاص ولا مجاملات وخلاص؟ عايزين نشوف صالح الكره المصريه، الراجل المناسب في المكان المناسب عشان نتقدم، عشان نرتقي. انت عايز ترتقي بالكره المصريه؟ حرام لما نقعد 28 سنه عشان توصل كاس عالم. صحيح يا كابتن، احنا والله نفسنا نبقى في كل دوره نكون موجودين. يعني انت مثلا لما فرق، ثلاث فرق زي دولت بيمهدوا لك الطريق عشان انت تقول مصر ها، مصر ها في الادوار اللي بعد كده، انت تقول لي هنوصل ولا مش هنوصل؟ وربنا سؤال ده يجيب احباط. والله يا كابتن انا مش متفائل، انا صريح ومش متفائل. محدش يزعل مني. مش متفائل ان مصر تصعد لكاس العالم تاني. خلي بالك البرنامج بتاعك هتقفل. كابتن قبل ما اختم، انا مش متفائل. بص يا كابتن عايز اقول لك على حاجه، انا طبعا انت عارف حضرتك من الدنيا كلها بتحبك، واحنا عارفين ان انت كنت في نادي بلديه المحله، كان عندك مباراه اخيره في دمنهور وشفنا حضرتك واقف على الخط. طبعا انت سبت بلديه المحله يا كابتن. بقول لك ايه ما تقفل الصفحه، مش عايز تتكلم على الموضوع ده تاني؟ خلاص بص، لو انا موجود كنت هتكلم، انما طالما مش موجود خلاص، ناس محترمه، ناس ربنا يوفقهم والموضوع انتهى. طب كان في يا كابتن كان في حوار ليك على الخط كده مع الجمهور، ده كان جمهور دمنهور ولا جمهور مين؟ ما خلاص بقى قلنا اقفل الصفحه يا عم محمد. طيب كابتن ربع راح فين؟ راح فين؟ راح في داهيه. كابتن ربع عال انت انسان محترم والكل بيحبك، واكرر مناشدتي ليك ان شاء الله تنورني وتكون ضيف عزيز على قلبي في الكوره في اسبوع. شخلل تاني. كابتن انت لا تقدر بمال، انت نجم مصر يا حبيبي. مش انا في قنوات عاملاني. انا عارف يا كابتن، بس انت عارف ان انا على عيني اجي لك اسكندريه وكفر الدوار، انت عارف. حبيبي يا كابتن حبيبي، تنور قوي. قلت لك قبل كده حبيبي صحيح، بس هي المشكله ان انا متقيد بالشروط الجزائيه بس مش اكتر. والله حبيبي ربنا يوفقك كابتن، انت عارف معزتك وغلاوتك. انا عارف يا حبيبي، ربنا يوفقك، واحنا ان شاء الله معاك في اي مكان، وبنستمتع بتصريحاتك لان انت قلب الاسد الراجل الجريء. شكرا شكرا كابتن رضا، شكرا. كابتن رضا عبد العال يمكن راجل على طول صريح، شخصية محترمة جدا، انا بعزه طبعا على المستوى الشخصي، وليا الشرف طبعا ان هو عامل المداخلة النهاردة، راجل محترم جدا، بس هي المشكلة ربنا ما وفقوش في النوادي اللي بتروحها. لاعب مدرب كان لاعب عالي جدا ومدرب فكره عالي جدا، بس انا بتمنى له يسافر اوروبا. والله نتمنى له كل خير. كابتن رضا ما بيخافش من حد، راجل صريح. صريح جدا طبعا. كابتن شيكا، كابتن رضا كان بيدرب ببلدية المحلة وربنا ما وفقوش في المباراة الأخيرة. كنا بنتكلم معاه هو ما رضاش يتكلم على الصفحة ديت. فطبعا هو ترك البلدية. كانت المباراة صعبة جدا في دمنهور
واستطاع دمنهور ان يفوز 1-0. خلينا نخش على طول يا كابتن عشان وقتنا على الممتاز به، مجموعه الصعيد المجموعه الاولى، نتائج الجوله ال 12. سوهاج 1-0 طبعا فازت على المنيا، تليفونات بني سويف على ديروت 1-0، البنك الاهلي على الاعلاميين تعادلوا 1-1، شبان قنا مع بني سويف 0-0، طهطا مع بترول اسيوط 2-0 طبعا لبترول اسيوط، الالومنيوم مع الفيوم 1-0 للالومنيوم. شايف الترتيب ازاي؟ احنا طبعا تعرف البنك الاهلي في المركز الاول 25 نقطه، الالومنيوم استطاع انه يغتصب معاه الصداره 25 الترتيب كده كابتن. تليفونات بني سويف 24 في المركز الثالث، شبان انا في المركز الرابع، الشبونت 5 الخامس، تليفونات بني سويف في المركز عنده 19 بونت، تليفون بترول اسيوط عنده 17 بونت، المنيا 15، سوهاج 15، العالميين 15 في المركز التاسع، الفيوم 13 في المركز العاشر، في المركز ال11 ديروت عندها 5 بونت، في المركز ال12 والاخير طهطا عندها 4 بونت. على طول يا كابتن عشان الوقت، المجموعه الثانيه مجموعه القاهره طبعا الداخليه وسيراميكا 0-0، منتخب السويس والترسانه، استطاع الترسانه انه يتغلب على منتخب السويس 1-0، النجوم والقناه، النجوم 3-1 على القناه، جمهوريه شبين وبتروجيت، بتروجيت استطاع ان يتغلب بهدف دون رد، المريخ والزرقاء 1-1، النصر كوكولا 1-1. الترتيب يا كابتن، سيراميكا كليوباترا في المركز الاول عندها 28 بونت، الداخليه في المركز الثاني عندها 20 بونت، القناه 19، بتروجيت 18، النجوم في المركز الخامس عندها 17 بونت، في المركز السادس منتخب السويس عنده 17، في المركز السابع كوكاكولا 17، في المركز الثامن النصر 15، في المركز التاسع جمهوريه شبين عندها 14، في المركز العاشر الترسانه عندها 12، المريخ 7 والزرقاء 5 بونت. طبعا سيراميكا فرق 8 نقاط عن الداخليه، ولكن لسه الدوري طويل. كابتن، مجموعه بحري، اسبوع غريب، الجوله 12، الرجاء وابو قير، ديكيرنس والاولمبي، دمنهور والبلديه، المنصوره والحمام، فاركو وبيله، المحله والماليه 1-0. 1-0 حاجه يعني، ريحونا 1-0 لكل اللقاءات. يمكن كابتن شيكا، فاركو في المقدمه 26 بونت، جاي ورا بقى المحله ودمنهور 21، والمنصوره بيحاول 19 نقطه، لكن المشكله ان تحت في بيله 5 نقاط، ماليه كفر الزيات 5، الالومنيوم 12، الصدمه بقى هنا الاولمبي، الاولمبي 12، الاولمبي 12 بونت، وابو قير 13، يعني الاولمبي مهدد بالهبوط الى القسم الثالث، ودي مشكله. خلينا سريعا كده، طبعا يا جماعه تبقوا حضروا لي الصوره او الصور بتاعه، في بطله كده جميله، بطلة ملك بتاعة الكيك بوكس، لما تبقى جاهزة الصور يا ريت تبلغونا عشان نعرضها. كابتن شيكا، القسم الثالث طبعا، احنا النهارده معانا مجموعة بحري، مجموعة اسكندرية، هنشوف مع بعض الكابتن شيكا هيقول لنا على النتائج. اتفضل يا كابتن. الترام مع الأباري 3-0 للترام، سبورتنج مع نرطة العمرية 2-0، مركز شباب حوش عيسى مع مركز شباب المعمورة 2-1 للمعمورة، بولين مع مركز شباب كوم حماده 1-0 لكوم حماده، مياه البحيره مع بدر 1-0 مياه البحيره، رشيد مع اسكندريه البترول 3-4 لاسكندريه البترول، طبعا فوز كبير جدا، غزل كفر الدوار مع كوم حماده، والساره بقى هنا 1-1، العبور مع ايتاي البارود 3-0. طبعا ما زال سبورتنج او مياه البحيره في المقدمه 35 بونت، سبورتنج 34 والترام 33 والبترول 27، دول فرسان الرهان في المقدمه. تحت بقى هنلاقي كوم حماده والاباري وحوش عيسى ورشيد والعبور بيصارعوا من اجل البقاء. دي سريعا كانت مجموعه القسم الثالث. قبل ما نخش ونتكلم على الجوله ال 24 في الدوري الانجليزي، التقرير بتاع القسم الرابع موجود جاهز يا جماعه ولا لسه؟ تقرير تمام تقرير جاهز خلاص. في تقرير جابه لنا الكابتن احمد مجاهد، ابن كفر البطيخ، كفر البطيخ والروضة، كان في القسم الرابع. عشان احنا برنامجنا شامل، هنطلع نشوف التقرير مع بعض بسرعة ونرجع لكم مرة تانية. كرة في المقابل إبراهيم عن طريق أصحاب الأقدام اليمنى، هناك اللاعب عبد المقصود، والعرضية في منطقة الجزاء، ولكن أحمد عامر وتمر في اليسار وانغلاق دفاعي، ولكن هناك الى الركنيه عبر الجانب الايسر في هذه اللقطه. التعادل السلبي يخيم هنا على ارضيه الملعب، ولكن في شق هجومي قادم في منطقه الجزاء وعبر اليسار، تاتي في مخالفات قادمه هناك في المقابل عن طريق الاحمر فريق الروضه، وامين يضغط
وفي المقابل الأيسر محيط على منطقة الجزاء وهناك قادم من التسلل هذا اللاعب والمساعد الوسط وتدخل سريع عن طريق الأحمر إلى مكاوي 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 على كرته مكاوي لعب الكرة إلى داود الله 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 ولكن تسلل وخطير أول مجموعة بمشيئة الله وكده الدور الأول انتهى من فضل سبحانه وتعالى احنا أول مجموعة إن شاء الله بإذن الله وما نعمل النتيجة ديت مع وصيف بتاعنا اللي هو فريق الروضة نتيجة إن شاء الله اعتبرها مرضية بإذن الله. احنا طبعا فرقة الروضة احنا متصدرين وفرقة الروضة 9 بونت تحتنا واحنا طبعا كنا عاملين الماتش ده استعداد جامد كويس جدا واخدين جميع ماتشاتنا من أول ما بدأنا واخدين ماتشاتنا كلها كؤوس فالحمد لله الحمد لله نقول نازلين ناخد 3 بونت قدرنا مش فعل بونت احنا مازلنا متصدرين اول والرو تاني فالحمد لله فضل. بس انا طبعا عايز اشكر الجمهور ده كله اللي بيوقف هنا في كل حته بجد 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 الجمهور ده والله العظيم بجد يعني كله على دماغنا من فوق انا بحييهم واحنا ان شاء الله هنكمل وهنصعد ان شاء الله عشان خاطر كف البطيخ. ورجعنا لكم بعد الفاصل وطبعا بنشكر احمد مجاهد من دمياط التقرير الجميل من القسم الرابع. كابتن شيكا واحنا مع بعض كده خلاص يعني الحلقه بتجري بسرعه. شايف الدوري الانجليزي الاسبوع ال 24 ممكن نتكلم كده عن نتائج الجوله 24؟ عندك طبعا ايفرتون مع نيوكاسل تعادل 2-2 كريستال بالاس مع ساوثهامبتون 1-0 ساوثهامبتون بورنموث مع برايتون 3-1 لبورنموث طبعا شيفيلد يونايتد مانشستر سيتي 1-0 استون فيلا واتفورد 2-1 تشيلسي مع ارسنال 2-2 توتنهام مع نوريتش 2-1 ليستر سيتي مع ويست هام 4-1 مانشستر يونايتد مع برلين 0-2 وولفرهامبتون مع ليفربول 2-1. طب نشوف المداخله كده. الو السلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته كابتن محمد صلاح ونجم نجوم المقدمين البرامج العربيه. ربنا يخليك اهلا بيك تشرفنا اهلا تحت امرك اتفضل. حي كابتن محمود شيكا نجم التدريب في اسكندريه. حبيبك يا سمسم وحشنا والله جدا حبيبي. حبيبك يا كابتن محمود. اتفضل اتفضل يا كابتن سامي. عايز اقول لحضرتك كابتن محمد صلاح ان محمود ده ابن عم على فكره. حبيبي يا سمسم. اهلا بيك اهلا بيك اهلا بيك واهل المحله وكابتن شيكا. الله يخليك يا كابتن محمد الله يخليك. حابب تقول حاجه يا استاذ سامي؟ حابب اقول والله ان بصرف النظر ان محمود ده ابن عمي هو موهبه في التدريب رغم صغر سنه وبتمنى له ان شاء الله اشوفه في الدوري الممتاز قريب ان شاء الله. حبيبي يا سامي ان شاء الله ان شاء الله بنتمنى له التوفيق وبنشكرك المداخله الجميله ديت استاذ سامي. كابتن شيكا محبينك كتير يعني دي مفاجاه استاذ سامي ما كناش نعرف بالمداخله ولكن بنشكر استاذ سامي. طبعا في صور يا ريت بس قبل ما نختم حلقتنا البطله ملك حسن عبد البديع دي بطله معانا على الشاشه حالا بطله الكيك بوكس دي سنها 8 سنين واخده بطوله الاسكندريه واخده المركز الاول وايضا في الغربيه المركز الاول واول جمهوريه 4 مرات طبعا بنتمنى لها التوفيق ملك حسن عبد البديع وان شاء الله تكون بطله كبيره في المستقبل وهي لسه صغيره وربنا يوفقها ان شاء الله. طبعا الوقت بيجري كابتن شيكا الاعلامي الجميل محمد عثمان برنامج ناس من بلدنا كان مكلمني في الحلقه الاخيره بيقول لي يا ريت تعرفنا او تقول للناس ليه الاهلي حلو محليا وليه وحش افريقيا عندك رد؟ طبعا لسه المدرب لسه ما عندوش خبرات طبعا في افريقيا في الدوري الفرق طبعا يعني زي ما قال كابتن رضا لسه المستوى قليل الاهلي طبعا متفوق جدا بس في البطوله الافريقيه طبعا هنشوف طبعا الماتشين الجايين ان شاء الله. كلمه اخيره تحب تقول ايه؟ الحمد لله بشكرك طبعا يا كابتن محمد برضو على البرنامج الجميل ده طبعا وعلى الاستضافه وطبعا بشكر سامي اخويا وابن عمي طبعا ان شاء الله بنشكر الناس كلها وبنشكر الاستاذ صالح منصور واحمد صالح وفريق العمل كله وان شاء الله الحلقه الجايه هيكون معانا احمد صالح يرجع مره ثانيه. السلام عليكم.